صباح الخير صباح شاب، الخير. كيفك؟ منيح انت؟ الحمد لله انا منيحة. انا كمان وعرفت ان اليوم التحضيرات كلها والطبخة مرتبطة بكريسماس. صحيح. حبلش شوي انا هيك احكي شوي عن المكونات. يلا بكون يعني احتاج المي. ايه رح اخبر شوي المشاهدين عن المكونات الموجودة. مثل كأنه شايفة في كستنة وفي زبدة، ما عم في اشوف شاب. سوري. خليك انا رح اقرب لحدك. في كستنة وكل المكسرات وفي وراي حبشة كتير كبيرة. ومشاهدينا صار لازم تعرفوا هلأ أنه اليوم عم نحضر حبشة العيد. صح. نحن عنا عدة أنواع من التركي. سوري، تركي هي وحدة. عنا عدة أنواع، عنا عدة طرق لنقدر نطبخ تركي العيد. عنا تركي مع خضرة، تركي الأوريونتالية اللي هي مع رز مثل منك شايفة، في حد يحط معه كاستنا، كاجو، فستق حلبي، لوز، إذا عنا كل شيء لوفيت فينا نحطه معه. ورح نطبخ هذا أكيد وتقول رز شرقي، يعني رز مع لحمة. أوكي. اليوم نحن رح نعمل تركي مع رز شرقي. يعني شايف حنحشي التركي هلا فسر عنا، في عدة طرق لنقدر نعمل لكن انا ما رح اعجل على المراحل، حاترك مع المشاهدين بلشوا بتحضير التركي ستيب باي ستيب. يلا يعطيك العافيه ميرسي. هلا اذا عزتك بعيط لك اكيد. اكيد تكره. صباح الخير مشاهدينا، رح نفسر شوي عن التركي. تركي فينا نعملها مثل ما قلنا قبل بعدة طرق، اهم شيء نعرف قد ايه بدها وقت بالفرن. التركي انا بالفرن اللي انا معود اشتغل عليه، لان انا هذا الفرن اول مره حاستعمله هلا على الهواء او حنجرب فيه تركي. الفرن اللي انا معود عليه بتاخذ معي ساعتين لساعتين ونص حسب حجم التركي. اليوم انا جايب تركي 5.5 كيلو، فيها تكون 6 كيلو، فيها تكون 7 كيلو. بالفرن عندي بتاخذ ساعتين لساعتين ونص، برجع بقول حسب حجمها. نحن هون جايبين هلا هي التركي ونحطها بالفرن. مبدئيا لازم تاخذ معنا ساعتين لساعتين ونص نفس الشيء، لانه الفرن اللي عندنا هو فرن مروحه، حرارته منيحه وبيضبط حراره. بالبيت ممكن تاخذ 3 ساعات، وفي افران تاخذ فيها ساعتين على الاقل، ساعة و45 دقيقة، حسب برجع بقول حجم التركي. هلا اول مرحله رح نعملها بالتركي، بدنا نملح نبهر، بدنا ننشفها من المي اذا فيها مي. نجيب كلينكس من جوا، اذا فيها مي بنشيل كل المي. هلا لنعمل تركي مع رز شرقي او تركي الاورينتال، اكيد لازم يكون عم بحشيها للتركي. في احشي التركي، في شيل منها العظام يعني بسكين، اكيد شوي صعبه بدها شويه وقت. نحن هلا حنعملها عادي. لنقدر نحشي التركي بدنا نشيل منها العظام، نسحب هالعظام منها ونخليها بنفس الشكل. اكيد من هلا للعيد راح نرجع نعملها ونسحب منها العظام لنعملها بطريقه كيف عم نرجع نعمل رز شرقي. هلا لنعمل رز شرقي مثل ما قلنا بدنا رز، بدنا لحمه، بدنا ملح، بهار، قرفه، قلوبات، زبده، انا اكيد رح احط فيها كستنا كمان، وعندنا كل شيء خضره يلي هن بصل، جزر، كرات، كرافس، هودي رح احطهم مع التركي لنكه التركي لاخذ طعم بدي اياها لاعمل ستوك صحيح. وعندنا ورق غار اكيد وعود قرفه ما بدنا ننساهم. انا الخضره مقطعه، عندي تيم فرونسي وعندي روزماري حبق. لكيف بدنا نقلع بالتركي؟ بدي اعمل زبده، زبده بدي ادهن فيها التركي، اكيد بحطها شوي على النار اذا بدي، او بحطها حد شيء سخن لتذوب لاقدر افرك فيها الزبده. اليوم اذا بدي استعمل زبده عاديه ممكن بس حطها على التركي فوتها ساعتين، الزبده فيها حليب ممكن تحترق معنا. انا عملت كلاريفايد باتر يلي هي زبده مفقسه، شلت منها الحليب، وهلا بدي اعمل نفس الطريقه، بدي احط لها برش حامض، برش ليمون، اعشاب، شوفي عندي اعشاب بحطهم معها لدكهون مع ملح وبهار، وبدهنهم على التركي. بهالطريقه بطلت تحترق معي التركي بس فوت على الفرن حتى ياخذ لون دوري وصير اطيب واحسن. مشان هيك رح نبلش هلا نملح نبهر التركي.
بدنا نجيب سكين. بدي شيل أكيد على المفصل هينين. هلا هو بنستعملهم لستوك. بدي أطبخ فيه الرز. رح نرجع بدها لهون. هودي هلا بنستعملهم. رح احط بهار اسود وكمان بقلبها لازم احط بهار اسود. هلا انا بمسحهم من جوا بس لحط الخضره. ملح كمان بحط بقلبها. هلا الملح اللي عم حطه هو مش كتير بالنسبه لحجم التركي اللي نحن عم نشتغل فيها. هلا برجع بقول لكم قبل في يكون طابخ رز شرقي نص الكمية أو عندي رز شرقي من امبارح هي وهيك بحشي بقلبها الرز هي ونية وبقطبها وبفوتها على الفرن مثل نفس الحرارة ونفس الوقت بكون الرز انطبخ بقلبها على البخار على الدهن تبع التركي بيطلع أكيد رز طيب كتير. ما في حط رز ناي بقلبها وأطبخها ما بيستوي معنا. هلا هيدي أول مرحلة من لحنا بهارنا. هلا بنفركن حتى ما بقى نتأخر. رح نحط شوي الزبدة اللي عنا لتدوب نتفي لنقدر نمسحها لأنه مجمدة. بدنا اياها ما تصير ليكيد، بدنا اياها تضل قاسية بس بدنا اياها تدوب شوي لتقدر نقدر نمرغها. بهالوقت بدي اخلط الزبدة، أنا عندي برش حامض، برش ليمون، بدي أحط معهم حبق، كل شيء أعشاب عندنا فينا نستعملها. هات لنشيل هي هلا، نرجع نجيبها. رح افرم كل الاعشاب اللي عندي وحطهم مع الزبده، اكيد رح افرمهم ناعم قد ما فيه. اذا عندي سيج قصعين فيه حط، روزماري، زعتر. بدنا ننتبه انه انا ما بدي الزبده تدوب على الاخر. رح حط هون طفينا النار خلاص. حبق عندي، زعتر كمان بفرمون. برجع بقول اذا عندي قصعين روزماري. كل شيء أعشاب فينا نستعملها.
كمان رح زيد برش حامض كمان عنا برش الأورانج دايماً بالبرش أو بالزاس بناخد القشرة البرانية الصفرة ما منوصل للأبيض لأن بمرمر معنا حطيناهم كلهم الأورانج ملاحظين الزبدة كيف صارت كلها أخذت بعضها ما بدي إياها ليكيد بس ما بدي إياها سميكي لأقدر مدها على التركي هلا راح احط لها ملح كل شغله عم ملحها لنعطيها الطعمه اللازمه لاحظين كيف صارت هي الطريقه هيك بتنمد معي على التركي ما بتعذبني واكيد مثل ما قلت لكم اذا كانت ليكيد ما بتعلق على التركي لكن حطينا برش حامض برش ليمون حبق زعتر وروزماري اكيد الزبده انا مفقسه يعني بلا حليب حتى ما تحترق معي لان اوقات بنحط زبده عاديه بنحطها بالفرن على حراره الفرن والوقت الطويل بصير سوداء هلا تركي بنفرك الملح اللي انا حطيتهم فيها ومن كمان من جوا بنفس الطريقه نفركها لتكون الملح والبهار اوكي ملاحظين كيف نحن من جوا هون كيف بدنا نوصل الملح وبهار لجوا كلها بده يكون عم بفركها ليوصل الملح وبهار لكل شقفه فيها من جوا او من برا بهالطريقه بيكون عندي الخضرة عندي بصل وجزر رح حط جزر بقلبها حطينا بصل بقلبها جزر في يكونوا شقف كبار في يكونوا صغار كمان هذا جزر حطيته كمان هون بقلبها إذا ملاحظين فينا قصهم ما ضروري مثل هلأ كوبات فينا قصهم أكبر من هيك مثل ما نقصص أنا هلأ الكرات والكرافس انا قصص كرات وكرافس بهالطريقه فيي كرات حطهم هي الخضره اللي عم نحطها كلها بتعطي طعمه بس ينطبخ الفروج البخار والدهن تبع الفروج بينزلوا على الخضره والخضره بتصير تطلع هالبخار بقلبه بصير في كتير فليفر بقلب الفروج وفينا يكون عندنا ابره نضرب الستوك نفوتهم بين الفخاد بالصدر بتضلها كمان جوسي كمان ما في مشكله بس نحن هلا رح نشتغل بطريقه ثانيه رح نسقيها كل شوي حنطلعها من الفرن ونحط عليها من المرقة لأنه هلا هي بدها تنزل هالزبدة اللي أنا بدي أحطه عليها. لاحظين شو عملنا هلا؟ حشيناها بالخضرة يلي هن فينا حطوهم. هيك عبيناها خضرة. لاحظين كيف صارت؟ على الآخر هلا بنستعملهم هودي، هلا بجيب زعتر كمان بصير حط بقلبها لننكها فينا نحط روزماري كمان وفينا نحط زعتر واكيد فينا نحط عودين قرفه هلا بنحط قرفه وورق غار الخضرة اللي بقيت عنا رح نوزعها انتم بنكون شايفين بالصينية هون هيدي رح نعمل منها صوص نستعمل لنطبخ الرز كمان الجزر البصل كل الخضرة اللي بقيت حطيناها بنحط شوي من اكليل الجبل
كمان زعتر. هلا انا رح فوت التركي، بس قبل الزبده. هي الزبده اكيد كلها بنحطها على التركي، بس نفوتها على حراره عاليه. نمسحها كلها مزبوط، حتى فينا نحط فيها من جوا كمان لتنكي، بس هلا هي الزبده كلها بس حطها على حراره عاليه حتدوب دغري. وبتنزل على الخضره مع الدهن الموجود بالتركي مع الستوك اللي انا بدي زدهم اياهم كل شوي لسقيها. برجع بقول فينا نحط الاعشاب اللي بدنا اياها، فينا نحط قصعين، فينا نحط كل شيء بدنا اياه. هون في عنا نكهات يلي هي الاعشاب مع الحامض والاورانج. هلا انا رح احط التركي على حراره عاليه، رح بلش 230، بنحط 230 او 220 حسب الفرن اللي عندنا وقد ايه حرارته قويه. بنحط نص ساعة، لأن هي بنحطها ساعتين ونص، ساعتين وربع هالقد بنحطها. بنشوف الفرن اللي عندنا قد ايه بده وقت، ببين من لونها من شكلها كيف تستوي. بدي احطها هلا حرارة 220 او 230 نص ساعة، برجع بوطي لل 185 كمان ساعة، برجع اخر ساعة بحطها على ال 175. بدي انزل فيها تدريجيا لحافظ عليها. اذا لونها صار غامق او حلسانيها بلشت تحترق، بنحط لها ورق زبدة والومنيوم فوقها، مفوتها على الفرن حتكون مغطية لتاخذ اللون الصحيح. هلا انا رح فوتها على الفرن مثل ما هي، مثل ما قلنا 220 نص ساعة، وبدي ضل سقيها. هلا بسقيها وتشوفوا كيف. على حرارة الفرن حطينا 230، رح نعير نص ساعة كمان. حطينا على 230 نص ساعة. هلا على حرارة الفرن القوية الزبدة بتدوب دغري، كمان بتضل تنزل مع الدهن تبع التركي لنقدر نعمل ستوك لناخذ طعم الخضرة، كل الفليفر الموجود بدنا اياهم. لهون بنكون خلصنا التركي، فوتناها على الفرن لتبلش تستوينا. رح نروح بريك قصير لنرجع نكفي سوا. نحن والمشاهدين رح نرجع ننتقل لعند الشيف ونشوف وين صارت التركي. يلا التركي صارت على النار، بدها هلا بدنا نشيلها من الفرن لنبلش نسقيها بالمرقه اللي عملناها هون. يعني جوانح اخذناهم من التركي حطيناهم بالمي، حطينا الخضره البصل جزر كرات كرافس حطينا، وحطيت حب هيل. اليوم اذا الهيل عندي يا بودره فيه حطه بقلب الرز، او بدي افرم هوا واطحنهم لحطهم بقلب الرز، وفي حطهم بقلب مسلين او شقفه صغيره او حيلا شيء حطهم بقلب الرز. انا اخترت حطيتهم بالمي لان هي المي اللي بيطعم فيها الرز. حطيت الحب الهيل هون مع الخضره لطعم حب الهيل، وهلا بالرز ما بحط لانه انا حاخذ الطعمه من هون، وزدتهم شوي ليطعموا معي. وهون حطيت بصل، اذا بنشوف اللي عم قلي بصل مع لوز وكاجو، ما في زي بينه. حطيت شوية زبدة مع زيت، بصل ناعم، لوز، كاجو، لبلش أعمل الرز. هلا بلشوا ياخذوا لون، حطيت القلوبات مع البصل دغري لأنه بديهم يتقلوا. عندي أنا هون كاجو ولوز وزبيب كمان، الكاجو ولوز هون مقليهم بدي أحطهم على الوجه. إذا عندنا فستق حلبي فينا نسلق الفستق الحلبي نرجع نقشره بيعطي لون أخضر، كمان فينا نحطه على الوجه. وأكيد رح أحط كاسترا. رح بلش عندي انا لحمه، رح حط اللحمه فوق القليه لتتقلى. Thank you.
بدلتهم لما بدي اشيل التركي هلا ببلش احط سقيه. هلا التركي صار الى نص ساعه 40 دقيقه بالفرن. حطيناها اول شيء نص ساعه ورجعت انا حطيت ساعتين. بنحطها هون. رح نسكر الفرن لنضل محافظين على حرارة الفرن عالية ما يبرد. هلا هودي ملاحظين هودي الأعشاب اللي حطيناهم مع الزبدة علقوا شوي. هلا حنجلسها شوي. رح نبلش إذا يبين معنا على الكاميرا بالكعب. هلا هي الصينية صغيرة، الزبدة والزيت السيترون والأعشاب كيف صاروا مع الخضرة عم ينطبخوا وعم ناخذ هالفليفر، ريحة بتاخذ العقل. رح بلش هلا هون ننتبه للحمة عم نقليها لنعمل رز. يلا هون حتى ما فينا نأخر كتير عن النار بدي بلش زد له شوي من المرقة يلي حطيت فيها كل شي خضرة، الجوانح اللي قصيتهم قليتهم حطيتهم فوقها، أكيد مثل ما قلت لكم حطيت حب هيل، جزر، بصل، كرات، كرافس، زعتر، ورق غار وعود قرفة. رح نضل نسقيها. هلا اول شيء بنسقيها من هون، بالمرحله الثانيه بصير نشيل من الكعب لان تكون صار فيها مرقه ودهن الماتيريال الموجود بالتركي مع الزبده، بصير اخذ منهم وسقيها. هلا لانه ما فيها بعد مي رح نزيد لها نحن هول شوي. كل شوي هلا هو كافيين لأنه نسبة المي صارت منيحة بال أو المرقة صارت منيحة هون. هلا كل ما بدي سقي بلوش أو بملعقة بشيل وبسقيه. فينا بعد حط شوي تحمر. بدي سقيها من كل الميلات. كمان انا معايير لوقت، نحن هلا هيدا الوقت اللي انا حاطه بنكون تقريبا حطيناه ساعتين ونص. خلينا الكفوف شوي. هلا اللحمه هون تقلت صار فينا نرجع نرد على حراره قويه، برمتهم حتى نحط على التركي. لكن اللحمه هون صارت خالصه دايما بحركها لتفرط معي اللحمه، ما بدي اياها تكون مبرغله. عندنا الرز اكيد انا مثل العاده مغسل الرز غسيل مش ناقعه. انا عامل هون كيلو رز. عندي زبيب اكيد بدي احط زبيب مع الرز. عندي مسكي بيجو حبوب انا فرمتهم او دقيتهم، مسكي ناعمه. بهار حلو سويت بيبر حط شوي. قرفه ناعمه وبهار اسود. وما
ومثل ما قلنا بدها حب هيل، نحن الحب الهيل رح ناخده من المي لأنه أنا حطيتهم بالمي. أكيد بعد بدنا الشيء الأساسي هو الملح. رح حط لها ملعقة ملح تقريبا هالقد هني كافيين لكيلو رز. هلا أنا لأني مغسل الرز غسيل لكل كيلو رح حط 2 لتر مي. أنا رح أقدرهم تقدير بس نحن فينا نعيرهم لكل كيلو 2 لتر مي. رح بلش حط من المرقة بعد ما حطينا كل البهارات والملح. لكن لهون نحن بنكون خلصنا الرز، انا عم حط له المي، بتركه يغلي شي دقيقتين بس. اول ما بيغلي بطي النار برجع بحطها على حراره واطيه وبتركه 20 دقيقه بيكون استوى معنا الرز. لهون بنكون خلصنا الرز، التركي عم تستوي شوي شوي بالفرن. رح روح معكم هلا بريك قصير ونرجع نكفي سوا. مشاهدينا رح نرجع نكفي معكم مطرح ما وصلنا، لكن التركي بالفرن هلا حنرجع كمان نشيله نبلش نسقيه عن جديد. وعندنا الرز هون تقريبا صار خالص، نشفت ميته رح حطه على جنب مثل ما هلا حطه بدون نار ليرتاح، لا اذا في شيء ما نشف يرجع يلقط كله على بعضه وتصير حبه واختها. هلا المرقه عم نطبخ منها الرز، اكيد هذه المرقه عملناها هيك لو نحن معنا وقت ننطر لتطلع التركي لتخلص لنسحب المرقة الموجودة بقلبها لأنه فيها خضرة، فيها زعتر، فيها ورق غار، فيها كل المكونات اللي أنا بديهم، كل الطعمات اللي أنا بديهم، بالإضافة لنكهة التركي أو الدهن الموجود بقلب التركي اللي عم ينكبهم مع الزبدة. كنت عملت فيهم رز وعملت فيهم صوص، أكيد بيطلع الرز أتقل وبيطلع أطيب. لأنه ما معنا وقت عملنا هذه المرقة يلي هي من جوانح التركي مع شوية خضرة مع زعتر مع بصل وإلى آخره. فنحن اذا عندنا هذيك المرقه بنستعمل هذيك او بنخلطهم مع بعض. هلا رح اعمل صوص. صوص هي رو، دائما بس نعمل صوص نعمل رو، زبده وطحين نفس الكميه. هلا بدي اعمل رو اسمر لانه بدي الصوص تطلع سمره، ما بدي اياها تطلع بيضة. اذا الصوص بيضة بعمل رو ابيض، يعني ما بخليها للزبدة، بطبخ الزبدة مع طحين ليستوي طحين بس ما بخليه ياخذ لون او يحترق. اما اذا بديها سمرة خليه ينطبخ الزبدة مع طحين ليصير لونه مايل للاسمر لانه بدي الصوص تطلع سمرة. عشان هيك هلا بخليها، بدي انتبه ضل حركها لان دغري بتلزق. رح ضل حركها شوي وهلا رح احطها على نار خفيفة وسط اذا بدنا لبلش اشتغل بالتركي شوي كمان. شايفين الزبدة والمرقة اللي حطيناها كيف صاروا بقلب الصينية مع ال... مشان هيك هلا ما بقى سقي من المرقة هونيك، لونها اكيد بعد بده يسمر. هلا بلش سقي من الزبدة مع المرقة يلي استعملتهم انا هون لاعطيها طعمة والنكهة وتطلع جوسي. نحن فينا نربطها لنعطيها نخليها تحام محافظة على نفس الشكل. هلا لانه هي مهدية هون انا ما ربطها بس فينا نربطها نجيب بخيط تربيط نخليها محافظة على نفس الشكل كمان. لاحظين نضل نسقيها. تركي هلا اذا بنشتريها من السوبر ماركت بتيجي فروزن، نحن بنجيبها قبل بيومين بنحطها بالبراد بنعملها دي فروست لتحل ما تكون مجلدة. يعني اذا حطينا التركي مجلدة بالفرن بتاخذ معنا وقت كثير وما لازم نحطها مجلده.
أو بعدها فروزن. لأنه بتزنخ كمان معنا إذا كان فيها تلج، حطيناها بالفرن، فمش هيك بنحلها بنعملها ديفروست نرجع نشتغل فيها، وبنعملها ديفروست بالبراد قبل بيومين. هلا مثل ما شايفين رح أقلصق إياها هيك من كل الميلات. هلا أنا حطيت التركي من هيدي الميلة على الفرن لجوا، المروحة تبعولي بتيجي بالوجه بالفرن، يعني هيدي حمريت من هون بعضها بيضة. هلا بهالمرحلة رح فوت التركي بهالطريقة لهيدي الميلة تضرب على المروحة مباشرة لياخذ اللون كمان اللي بدي اياه لتطلع كلها نفس اللون. هلا سخنة، عم سقيها بصوص سخنة، عم تشرب وأكيد في قسم عم ينزل لتحت على الصينية، ما في مشكلة. كل نص ساعة تلت ساعة لازم ضل سقيها. ولا نحن بنسقيها مش لا ما بتقسى اللحمة، لتطرى اللحمة ولا تشرب لتضلها جوسي، مشان هيك نحن نضل نسقيها. ما بدنا نفوتها على الفرن لهيدي. نحن بهالطريقة وقت عم نحط المرقة مع الزبدة مع التركي بالفرن بهالطريقة كمان هي هلا إذا بغطيها البخار الموجود بالتركي أو بالصينية كمان هيدا بيساعد لتستوي وتضلها جوسي أسرع وأسرع. هلا إذا ملاحظين الصوص كيف صارت هون لأنها سخنة، إذا ملاحظين كيف صارت بلشت تاخذ لون، بدي إياها بعد شوي لانه هيدا اللون هو مش كافي لانا طلع صوص سمره، بدي صوص سمره. وبهالوقت رح اقلع بشي بدي اطبخ الكستنه. رح احط هون على جنب. فينا نطبخ الكستنه مع مبيد وبلا مبيد. رح احط شويه زبده. شوي مش كتير. هون وهيدي هون. لأن هي هلا بدنا نبلش نشتغل فيها، هيدي فينا ننطرها لنشيل المرقة هيديك، فينا نستعمل هي المرقة هلا ماشي الحال حتى ما نتأخر. هلا رح نحط الزبدة هون شوي صغيرة مش كتير. رح حط الكستنة. بدي أقلي الكستنة شوي مع الزبدة، بدي احط له ملعقة سكر، مبيد احمر او مبيد روزيل بدنا اياه او بورتو. شو بدكم فينا نحط؟ هلا هيدي الزبدة مع الطحين رح بلش حط نفس البهارات اللي حطيتهم بالرز. مسكة بهار اسود، سويت بيبر بهار حلو، قرفة ناعمة، ورق غار وهيل موجودين بالمي. رح حركهم ولنقلع هيدي. بدي احط مع الكستنة ملعقة سكر. بدي خليه يصير هلا مع الزبده شوي كراميل، برجع بزيد له مبيد حتى ما نضيع. هون لك حطينا البهارات مع زبده وطحين، لازم بس نقلع فيها. نروح بريك. رح حط من مرقه هيدي، مثل ما قلت فينا نستعمل المرقه الموجوده بالتركي، فينا نستعمل هيدي. هلا اخر شيء بحط لها ملح، ما حطيت ملح، اخر شيء بدوق بحط لها ملح. رح بلش حط المرقه تدريجيا فوق الزبده وطحين لنضل نحركها وتنعم معنا.
ملاحظين؟ بضل حركها شوي شوي، هلا بحركها بفويه لتنعم لتصير صوص عندي متماسكه مع بعضها. هون السكر اذا يبين معنا على الكاميرا مع الزبده كيف بلش يدوب، بدي انطر عليه شوي صغيره لاعطيه شويه لون. بالوقت رح كفي برجع بقول اذا استعملنا المي مع الزبده الموجوده مع التركي بالفرن اكيد بتطلع الصوص دسمه اكثر وبتطلع اطيب، لانه بناخذ طعمه التركي الموجوده بالطنجره اللي عم تكب كل المي والدهن الموجود تبع التركي هونيك، بناخذهم بيطلع تبين الطعمه اكثر من هيدي. هلا لانه وقتنا ما بتفي كثير وقت ننطر لتخلص هيدي المي عم نستعمل هيك، لكن هون سكر كله ذاب، بدنا ننتبه ما يحترق معنا السكر. رح نحركهم بعد شوي، وهيدي رح نضل نحركها لتاخذ اللون. هون رح طفيها بنبيد، وفيني احط لها كونياك، رح احط معها عود قرفه وورقه غار، رح انطرهم سكر والنبيد ليغلوا شوي ليفوتوا بقلب الكاستانة وتتنشف، وتنشف النبيد يعني يعمل ريدكشن ليصير ساك. برجع بزد لها شوية من مرقة التركي كمان لتستوي على الآخر وبضيفهم فوق الصوص. لهون بنكون تقريبا خلصنا الصوص مثل ما انتم شايفين، كاستانة الرز خالص، ناطرين التركي لتطلع من الفرن، بكون خلصت طبختنا لنستوي لنسكبها. لهون خلينا نروح بريك قصير لنرجع نسكب الصحن معكم. وصلنا لاخر فقره من مورنينج توك لليوم، وما في لكم قد ايه ريحه حلوه عند الشيف بالمطبخ، ما هيك اليو؟ كثير بتجنن. نعطيه نحن هلا مثل ما بيقولوا حبشه العيد، مع انه عرفنا من الشيف انه ان شاء الله على كذا احد رح يكون عم بيعلمنا نعمل الحبشه، وكمان عم طبقها بطرق مختلفه. صحيح. شيف، سمعت انه وصلنا للكستنه وحطينا لهم سكر. حطينا سكر مع بيض، فينا نحط بورتو، فينا نحط بيض احمر. أوكي. فينا ما بده الكول في ما يحط. حطيت ملعقة سكر، عملتها مع زبدة والكاسترة لتصير مثل كراميل، حطيت المبيد فوقهم، خدت طعمة الأسيد والسويتنس الموجودة بالمبيد، وهلا بدي كب الصوص فوقهم. اوكي. هيك تذكرنا بس هيدا الصوص شو عملنا فيه؟ يلا ها. هيدي ما بدي اياها. هيدي الصوص هي عبارة عن رو يلي هو زبدة وطحين. هيدا الرو سوري. زبدة وطحين نفس الكمية، بنحطهم ليصيروا براون، نرجع بنحط مرقة الخضرة أو مرقة التركي. مرقة التركي مع الخضرة مع البهارات كل شيء بقلبها، وحطينا نفس البهارات الموجودين بالرز يلي هن مسكة، حبهيل، ملح، بهار أسود. بهار أسود حلو. أوكي. هلا التركي سلاد. التركي إيه رح أعمل سلاد. بهالوقت بكون تركي بنتركه 10 دقايق بالفرن تقريبا، لازم يكون على أواخر. بيكون قد ايه صار له عموما كم دقيقة؟ ساعتين. ساعتين تقريبا. اوكي. هلا بدي اعمل سلاد هين كثير، روكا وحلوم. اوكي. عندي حلوم. عم بعذبك مايا؟ لا ابدا. سوري. وهيدي خلص. يعني تقدير تقريبا تحضير هالطبق اخذ ساعتين، هيك هو المشاهدين بيكونوا تسلوا شوي، حضروا فقراتنا اليوم، استفادوا تسلوا وكمان طبخوا مع الشباب. هو اللي بياخذ وقت هو التركي اكيد، والتحضير وفيها كثير قصص اذا بدنا نعملهم بطريقه صحيحه. انا هون حميت مقليه اليوم مع زيت، حطيت شويه زيت زيتون، بدي احط الحلوم. ما فينا نحط حلوم بمقليه بارده بتكب مي اذا بدي اشويها. اوكي، هون بنعطيهم لون للحلوم صح؟ صح. هلا في حدا سلاد حلوم مش مشوي، شنو انا بفضلهم هيك. دائما بده يعمل شغله عقصوله شيف حدنا. ايه اكيد. خفتي من الدخنه ولا من شليها على النار هلا وقتها لدخنه. دغري بتاخذ لون شيف، لانه اول شيء حمينا المقليه الحاميه دغري. خليهم هون. بدي الروكا، عندي بيبي روكا، فينا نعمل روكا عادي، انا عندي بيبي روكا، رح احط لها رمان. رمان لفانه؟ ايه، لا حامض ولا حلو. اوكي. عندي
بندوره مجففه دراي توميتوز بنقصهم لانه كبار كمان حطينا هودي بعتقيد عم ياخذوا اللون صح؟ صح تفضل بهيدا شف ما انا ببدأ بالارضي اوكي نحن بعدنا هيك شوي جديد على المهنه بعدنا عم نستعمل التولز اللي لازم نستعملهم لا ما مش اكسبرتس مثلك بعد ما ببدأ بالكعب عشان هيك ما بحس كثير فيهم بس سخنين اكيد هلا شو بدنا نحط بعد اليو؟ لكن عنا هيدا دبس الرمان هون رح حط شوية دبس رمان مايا مرة كنا بحلقة ايه؟ وكنت مع زميلتي بيرلا ايه؟ عم قلها انه قديش عالم تاكل كل شيء مع كاتشب نحن مع دبس رمان نحن مع دبس رمان خاصة انا تحديدا انا ايه بحط دبس رمان ودي خلاص حطيت شوية زيت زيتون فينا حط بلسمك معه او شوي صغيره زيت زيتون لا مش شوي صغيره شيخ ما بتنزل قليله ما بتنزل كثير انت بتحسيها فيها كثير ملح على فكره بنشوف اوقات انه الشيف هلا عم بحط ملح كثير ولكن لا بطريقه معتدله ما بيبين ايام بناكل ما بنحس بملح بدي الصحن بليز الصحن لسك بالسلام هلا رح اخلطهم هلا ببين على الهواء اذا فيها زيت كثير ولا لا ندعي المخرج جوني ينزل ويدوق قديش عم بيكون طبق طيب يلا يا خلص ريقي خلص وقت لا شبيه تكونوا كلهم هيك تعطيني الصحن تحطه قدامي بليز اوكي هلا لك هون ما حطينا شيء الا دبس رمان زيت ملح رمان وبندوره مجففه اوكي فيكم فينا نحط لكم بندوره مشويه اللي عاملينها هونيك وفينا نخليه بس هيك لكن بيبي روكا فينا نحط روكا عادية دبس رمان سهلة هيدا وسريعة وكتير طيبة أكيد بدك تدوق بالأول دقينا بس إن فيك سقام يا شاف بدايتك هيك مزعبرين نتركهم ولا منقصهم طيب بدك هيدا الشاف لا بدك فوق أوكي لا نخليهم هيك هاي التركي بدها شوي بعد هلا كمان هلا نسكبها ونكون خلصنا هيدا هلا اذا بتاكل بصل فينا نحط لها بصل على وجهها لا شف ناكل لكن نحن ناطرين تعقد شوي صوص خلصت صوص مع خلصة طفيف الرز خالص كل شيء بس ناطرين التركي هي التركي بتاخذ شوية وقت هلا صار كثير منيح التركي اهم شيء مثل ما بنقول دائما ما يلتزموا المشاهدين بالمقادير والمعايير يلي نحن بنحطها لانه بكره حجم التركي بيختلف طيب هيدي صارت جاهزه لا تنيها اذا بدك اليوم فحسب حجم التركي اللي بيجيبوها بيعرفوا قديش بدها رز على جنب كميه صوص وقديش كمان بدها وقت بالفرن طفي النار لكل شيء هيدا الرز ريحته بسمتي ما هيك لا. شاف ولا هيدا امريكاني امريكاني في سبب معين ولا حبه طويله ما بتلزق كل واحد فينا حط بسمتي بس اوكي كمان القلوبات موجودين فيه اللي هن اللوز وبدنا نحط شو مع الزبيب حطينا ايه بقلبه هلا بدي احط على الوجه اوكي قال لي هون انا وكمان اللحمه المفرومه اكيد والبهارات مايا اليك زي ما شاركتينا بالوضع ايه عم بتفرج يا شاب هلا بدنا نشوف كيف نحط التركي
هودي صاروخ تار. بدك تشيل منهم شوي لا لا هلا بنحط التركي بنعبيه ما بنحط القلوبات. رح نوصي على التركي لكان سوري هلا ذا مومنت اوف تروث بدنا نشيل التركي. المفروض تكون خلصت واخذت الساعتين الكاملين. لونه من برا صار بيرفكت بجنن كمان هيدا دليل. وشفتك عم تحط عليه الصوص من اول وجديد. صحيح. تكري كده سوري ستريكا حتى ما نحرق الطاوله. تمام. هلا بدي اعمل شغله معلش بدي شيل شوي من هودي نحطهم بالصوص لحتى نكون عم ننكيها اكيد اكثر وبكون عم نعطيها الطعمه شوي من التركي. شفنا انه الصوص اللي تحت شوي زاد الليفل تبعها اكيد ما حطيت مي انا يعني زدنا مي حطيت انا اللي فضيها من الخضره هلا نعم حطيت انا مرقه ما كنت عم سقيها وهي كمان لانه فيها دهن كمان كل ما حطيناها بالفرن هلا الخضره ما بتنشف خضرة جوا شغلت شغلة عطت الروايح الحلوة الطعمة هاو الخضرة ما بدنا يهون عم نشيلهم نحن هلا لأنه ما في الجملة إلهم شو حطينا شف جزر و سوري جزر وبصل اوكي كرات كرافس ورق غار عود قرفة كل هودي حطيناهم بقلبها بس لحتى يعطوا نكهة أكيد مع إنه بيكونوا طيبين وزعتر روزماري لكن هلا عم نفضي التركي تنحطه على الرز بدي شو بدك شايف قلي تساعدك اكيد سخنين هلا بننظف الطاوله سوري تفضل طيب تبغى نمشي انا بنظفها ريحتها بتشهي يا مايا ريحتها بتشهي يعني ما فينا نخبركم المشاهدين قد ايه الريحة بالاستوديو صارت كثير طيبة، إن كان التركي ولا الصوص ولا الرز كل شيء بيرفكت معك يا شيف. هلا بدي احشيها من هون رز؟ أكيد بتعرفي هيك الطبق نهار الاحد مش بس لكل العائله بيكون الصغير للعائله الكبيره يعني هلا بدنا نعمل كيف عم يكون موجود معنا نرجع بنجدد دعوتنا لمين؟ للمخرج مخرج جوني انطوانيت كمان ناطريكم معنا اليوم على الغداء هلا نحن فينا نحشيها قبل ونفوتهم على الفرن يكون عندنا الرز جاهز نحشيها ونفوتها على الفرن يكون اللحم الرز مطبوخ بس يطلع طعمته غير شكل اذا حطيناه قبل. كم كيلو هالحبشه؟ 5 كيلو ونص. 5 كيلو ونص. تقريبا كم كبيت رز عملت؟ ولا عيطتهم نص كيلو او كيلو؟ لا عملت كيلو. كيلو رز؟ كيلو 300 جرام. اوكي. أنا ما عم بلهي للشيف ليخلص الطبقة على الآخر. إحنا يا لازم نساعده لنستاهل أو بنلهي أو خلص نقعد عقلي. في نقطة مثل ما قلت لكم في يكون عندنا فستق حلبة، أنا ما جبت فستق حلبة. في يكون عندنا فستق حلبة نحط معه. شاف الصوص حيكون على جنب؟ يس اوكي هلا بحط شوي عليها اذا بدكم اوكي هلا لما نفضح الريسيتات لبقيه اسابيع بس كم طريقه هيك بشكل عام فينا نعمل فيها الحبشه شاف؟ نحن في عندنا كثير انواع فينا نعمل الورانج مع بيكن مع خضره حنعمل كذا وحده قالوا هم انا ما خصني بس فينا نعرف قديش في وقت بس معنا هيك من ديفاش في معنا وقت؟ دقيقة ونص يا شاف يلا بس خليني احط الكاست انا
عم تتواصي فيه للشيف. ديسي من عندي. هي الكستنا مع الصوص مطبوخة. اوكي. هون عم نسقي شوي كمان بالصوص ال هلا بلا بسقي اخر شيء. هلا هون عم نحط كستنا مزعون. يعني خلصنا طبختنا اليوم على القد. على القد وعلى الوقت. على الوقت. نحن باخر هيك دقيقة دقيقتين من حلقتنا بدنا نقول لكل المشاهدين يلي تابعونا مايا بهيدي الحلقة نشكر أكيد هالمتابعة، ونشكر كمان الوفا يلي دائما بيفرجونا إياه، بس يمكن ما بنشوفه الأحد لأنه بنبلش شوي مأخرين ما بنسمع صوتهم. يعني الأحد حلقة صغيرة بس فيها من كل شيء شوي 100%. بس الطبخة دائما بتكون كاملة مكملة أساس عنا. أكيد اليوم الطبخة مهرزة. أكيد هيدي كمان اليوم الحلقة لإلك شاف. هي بسيط طالعين علي. لكن حبشة نمبر 1، طريقة نمبر 1 اليوم كانت جاهزة، وأكيد تفاصيل وطرق تحضيرها شاف رح يتابعوها كل المشاهدين وين فيهم يشوفوا البقرة معي. فيكم تحضروها على انستغرام أو على الويب سايت تبع الـ LBCI وعلى الابليكيشن كمان. بيرفكت. هيك نحن قررنا نقعد عقلين مايا. يلا تعال نقعد. يلا أنا بدي ضيق أكون عندكم بس خلينا نضيف هون شوي. تفضل. لكن أكيد رح بتكونوا مشاهدينا عم بتابعوا وصفات غير للحبشة، حبشة العيد إذا فيكم تسموها مع شيف حنا، إن شاء الله تبيع عن خلال حلقات مورنينغ توك مايا. أكيد كل نهار أحد، وأكيد بكر من بكرة كمان بيكملوا الطبخات. مزبوط. وأكيد إنسبايرد بالعيد كمان. بسطت كثير أنا وياك اليوم بالحلقة، حتى لو قصيرة بس رح نلتقى بغيرها إن شاء الله. أكيد أكيد. بنشكر متابعة المشاهدين كمان، نتمنى لهم بقية نهار أحد كثير حلو دافي، مع انه كان في شوية هيك شمس. هيدا الطبق كمان والشاف عم ببصله لعنا، انتبه يا شاف. شاف الطبق كتير كتير بشهي، بدك نبرو هاي الميلة للكاميرا. لا هيك هيك احلى. اوكي خلص دكينا. مشاهدينا مثل ما شفتوا طبق اليوم صار جاهز، وكمان ما تنسوا تحضرونا بكره من الساعة 8 لساعة 2. أكيد كونوا على الموعد، نحن ناطرينكم. نلكم باي باي. باي باي.